السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير على كل الأمارات اللي موجودين معايا، ومساء الخير على كل متابعين القناة. برحب بيكم في فيديو جديد وفيديو مميز من فيديوهات الأدوات المنزلية. هنشوف النهاردة مجموعة جميلة جدا من الأدوات اللي هتوفر علينا وقت ومجهود، واللي هنقدر بيها نستغل المساحات الضيقة والصغيرة اللي في المنزل. ما تنسوش لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. ولو الفيديوهات بتعجبكم ما تنسوش اللايك، ولو حابين تسألوني عن اي حاجة ياريت تسيبوها لي في التعليقات. يا زي ما احنا شايفين، اول حاجة معانا في الادوات المنزلية هي ادوات تنظيف المنزل. الادوات دي لازم كل بيت يبقى موجود فيه ادوات خاصة بتنظيف المنزل، ولا يمكن ابدا الاستغناء عنها. هنشوف معانا ممسحة كهربائية من الميكروفايبر، جميلة جدا وعملية، زي ما احنا شايفين دوارة وبتتشحن بالكهرباء، بتمسح معاك الأماكن بكل سهولة، وبتنظف معاك الأرضيات والسيراميك بطريقة جميلة جدا، وكمان ملحقة بجهاز خاص بتنظيف الممسحة بدون تعب أو بدون مجهود. كمان هنشوف الممسحة اللي نقدر نحط فيها مناديل، أو نقدر نحط فيها فوطة ونمسح بيها الحيطان والأسقف والمرايات والبوتاجاز وكل حاجة موجودة عندنا في المنزل. نقدر ننظف بيها الموبيليا، الخشب، أي حاجة موجودة عندنا نقدر ننظفها بالممسحة اللي احنا شايفينها دلوقتي. كمان معانا الجهاز الجميل جدا والعملي الخاص بتنظيف الأوبرة والأتربة من المفروشات، سواء كان السرير أو الأنتري أو أي حاجة عندنا زي مثلا السفرة، وكمان السجاد وكل المفروشات الموجودة في المنزل. كمان هنشوف الممسحة الاتنين في واحد، ممسحة نقدر نغسل بيها السجاد أو نغسل بيها الأرضيات، وكمان مزودة بقشاطة هتقدر نسحب بيها المية أو الصابون من الأرض بكل سهولة. هنشوف كمان مع بعض المروحة الجميلة جدا والعملية، واللي أقدر أحطها في أي مكان في المنزل علشان التهوية. كمان هنشوف المنظم الجميل والعملي واللي المفروض يبقى موجود في كل بيت، منظم خاص بالبقوليات وخاص بالرز والمكرونة. زي ما احنا شايفين هيشيل معاكي كميات مختلفة من الرز والمكرونة والشعرية والفاصوليا، اللوبيا، اي بقوليات موجودة عندك في المنزل. كمان هنشوف المنظم الجميل جدا اللي احنا شايفينه خاص بالزيوت والخل والصويا صوص، اي حاجة عندك محتاجة تحطيها في المنظم هتحطيها في المنظم ده. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل العملي الخاص بالرز والمكرونة أو الدقيق اللي هيحافظ على الأدوات لأطول فترة ممكنة معانا، وبيشيل منها كميات كويسة جدا. هنشوف كمان المنظم الجميل دوت اللي احنا شايفينه عبارة عن أغطية للأطباق أثناء الطبخ أو بعد الأكل، أو ممكن نحتفظ بالأكل في التلاجة كمان بيه، ونقدر نستخدمه كمان استخدامات تانية كتير. كمان هنشوف مع بعض الحامل الجميل العملي الخاص بأغطية الأواني، وكمان نقدر نحط عليه قطعة الخضروات ونقدر نستخدمه استخدامات تانية كتير. كمان هنشوف مع بعض الطبق الدوار اللي نقدر نحط فيه أدوات كتيرة جدا من أدوات المطبخ زي ما احنا شايفين. قطعة الخضروات اللي لازم تبقى موجودة في كل بيت زي ما احنا شايفين، بتقطع الشيبسي بكل سهولة، وأي خضار عندك ممكن تقطعيه أو تبشريه بكل سهولة، بتنجز جدا معاكي في الوقت. كمان هنشوف مع بعض العصارة الجميلة العملية للفاكهة والخضار اللي احنا شايفينها، هتفصل معاكي القشر عن العصير زي ما احنا بنشوف في الفيديو. عصارة جميلة جدا وعملية، وهتنجز كمان معاكي في الوقت. لو عندك ضيوف أو عندك مستعجلة عايزة تعملي عصير بسرعة تقدري تعمليه في عصارة الفاكهة والخضروات اللي احنا شايفينها. كمان هنشوف مع بعض المبشرة الجميلة العملية اللي هتقدر تفرم معانا الخضروات وتبشرها، وكمان تقطعها، وكمان تبشر معانا أدوات كتيرة جدا من الأدوات اللي احنا بنحتاجها في المنزل. هنشوف كمان مع بعض المنظم الجميل العملي الخاص بالمعالق والشوك والسكاكين، منظم جميل جدا وعملي ولازم يبقى موجود على رخامة المطبخ عندنا. كمان هنشوف مع بعض أطباق البيض اللي احنا شايفينها، أطباق جميلة جدا وعملية، وهتنظم معاكي التلاجة وهتحافظ على البيض.
كمان هنشوف الأرفف اللي من المعدن دي واللي نقدر نحركها ونصغرها أو نكبرها زي ما احنا عايزين، ونقدر نحط عليها أدوات كتيرة جدا من أدوات المطبخ. هنشوف كمان مع بعض الستاند الجميل العملي اللي نقدر نحط عليه حاجات كتيرة جدا من أدواتنا اللي احنا بنستخدمها أثناء الطبخ. كمان هنشوف مع بعض الركنة الجميلة العملية اللي احنا بنحتاجها برضو في المطبخ، ونقدر نحط عليها أدوات كتيرة جدا، أدوات جميلة جدا وأدوات متميزة، وتقدري تاخدي اللي يناسبك أو اللي انت شايفاه أحسن للبيت. هنشوف كمان مع بعض الفواطة اللي احنا شايفينها، ونقدر نحط عليها أدوات تنظيف الأطباق زي ما احنا شايفين. كمان مهمة جدا المفارش دي، بتحافظ على الأدراج لو انت المطبخ بتاعك من الخشب أو من الألمونيوم أو من الخشمونيوم، هتحافظ على الأدراج وهتخليها دايما نظيفة، وهتقدري تشيليها بكل سهولة وتغسليها وترجعيها مرة تانية في الأدراج، وتقدري تحطي عليها كمان الأدوات الخاصة بالطبخ أثناء الطبخ. كمان هنشوف مع بعض الباسكت أو سلة المهملات اللي احنا شايفينها، هنقدر نحطها أو نعلقها في أي مكان عندنا في المطبخ، وهتساعدنا أثناء الطبخ في لم المهملات أو القشر أو الخضروات اللي أنا بقشرها، هتساعدني جدا، وكمان أقدر أستخدمها في الحمام. كمان هنشوف مع بعض الركنة الخاصة بأصاري الزرع اللي احنا شايفينها، جميلة جدا وتخلي المكان شكله جميل ونظيف، وتحافظ على الأرضية. لو انت بتسقي الزرع ولا حاجة هتحافظ على الأرضية من أي مية هتنزل على الأرضية. هنشوف كمان مع بعض الجزامة الجميلة العملية اللي احنا شايفينها، وكمان نقدر نستخدمها كالشماعة. كمان معانا الأدراج الجميلة جدا ما بتخش أي مساحة في الدولاب، نقدر نعلقها بكل سهولة في الأرفف، ونحط فيها الأدوات أو الملابس الداخلية الخاصة بينا. ده شكل تاني من الأدراج وشكل مختلف، نقدر نستخدمه نفس الاستخدام ونحط فيه الأدوات الخاصة بينا. هنشوف مع بعض الشماعة، جميلة جدا ومختلفة عن كل الشماعات اللي احنا بنشوفها، نقدر نقفلها بكل سهولة، نقدر نعلق عليها الملابس أثناء تنشيف الملابس، وكمان نقدر نعلقها في الدولاب زي ما احنا حابين، وكمان بتتقفل معانا زي ما احنا شايفين بكل سهولة. كمان ميزة الشماعات دي ما بتعملش أي خدوش أو أي حاجة في الملابس. هنشوف كمان الأدراج الصغيرة اللي احنا نقدر نحطها في الدولاب، في جنب الدولاب كده، هتاخد معانا الشرابات أو هتاخد معانا الطرح الصغيرة أو السكارفة أو أي ملابس داخلية خاصة بينا. هنشوف مع بعض الشماعة الجميلة الخاصة بالبنطلونات اللي هتاخد معاكي كمية بناطيل محترمة، يعني هتحافظ على الدولاب منظم وجميل، وكمان مش هتاخد معاكي مساحة أبدا، تقدري تحطي أكتر من شماعة جنب بعض بكل سهولة زي ما احنا شايفين، تقدري كمان تستخدميها عدة استخدامات مختلفة. هنشوف كمان المنظم اللي شكل باسكت، يعني نقدر نحطي فيه هدومنا الشخصية، كمان نقدر نستخدمه في المطبخ للأكياس والشنط، نقدر نستخدمه استخدامات مختلفة. كمان هنشوف الستاند الجميل اللي على شكل شماعات او على شكل مشابك، نقدر نعلق فيه الشرابات او اللعب او الملابس الداخلية الخاصة بينا. هنشوف مع بعض منظمات جميلة جدا وعملية للحمام زي ما احنا شايفين، منظمات شكلها شيك جدا وجميلة، وبتخلي الحمام عندي شكله جميل جدا ونظيف وراقي. دلوقتي ميعادنا علشان نعرف ازاي نشتري اي منتج من المنتجات الموجودة في الفيديو. الطريقة الأولى إنك ممكن تشتريها عن طريق محلات الأدوات المنزلية اللي موجودة في أي مكان، أما الطريقة الثانية فهي عن طريق صفحات الفيسبوك، ودي صفحات كتيرة جدا ومنتشرة وبتبيع الأدوات دي أونلاين. لو ما لقيتيش الحاجات في الصفحات أو في محلات الأدوات المنزلية، فتقدري تشتريها عن طريق المواقع الإلكترونية. من المواقع دي موقع amazon.com أو علي إكسبريس أو jumia.com أو علي بابا.com أو noon.com. ما تنسوش لو انت أول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك. أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.